قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل الجرس واضغط إعجاب للفيديو لتتوصل أنت بآخر الفيديوهات ولكي تدعمني وأستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. فرجة ممتعة. ثلاث لاعبين يعززون صفوف الوداد. التحق ثلاث لاعبين بتدريب الوداد الرياضي لكرة القدم استعدادا لمباراته ضد يوسفية برشيد يوم الأحد المقبل برسم الجولة الأولى من بطولته الاحترافية، ويتعلق الأمر بكل من يحيى جبران، وليد الكرتي، وأيوب الكعبي. ويعود الثلاثي إلى التدريب للوداد الرياضي لكرة القدم بعد مشاركتهم في المعسكر الإعدادي للمنتخب المحلي تحضيرا لمشاركته في نهائيات كأس إفريقيا للمحليين التي تستضيفها الكاميرون في يناير وفبراير القادمين. يشار إلى أن تدريب الوداد شهدت يوم الخميس الماضي التحاق التنزاني سايمون موسوفا بتدريب الوداد الرياضي بعد وصوله المتأخر إلى المغرب، حيث شارك مع منتخب بلاده في التصفية المؤهلة لكأس أمم إفريقيا. نهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.